من الساعة 9 الصبح تصوير في خيطان وطلعوا لي مسلسل مصر الصعيد. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ انتوا حابين الكويت؟ ها؟ تحبوها؟ اه احنا من متى هنا؟ مش من الصبح؟ انا تعبت صح؟ فهد والله يا ابي كرسي انا اهو مسلسل نصر السعيد. خلينا نشوف البطل مال نصر السعيد وناخذ معاه مقابله. زيك يا حق السعيد؟ عامل ايه؟ ايه رايك بالسته هيا؟ من الصبح معانا اعطيته مشهدين. الله يسلمك يا نصر السعيد. انت من فين؟ من الصعيد يا رودل؟ اهو مشكور. عايزين كلمه لاهل الكويت. الله يا رب يبارك في اهل الكويت كلهم وفي الامير وولي اهلي. الله يخليك. الله يسلمك انت والشعب المصري حبايب قلبي. وحشتني مصر والله. والله واحنا ازود. تعمل ملوخيه يا حق؟ ملوخيه باللحمه الضاني مش بالارانب. طب اديني الطريقه يا حق. الطريقه طبعا اللحمي. اللحمي. ايوه. الضاني وبعد كده الملوخيه. طب تعملها ازاي يا حق؟ لا ناشفه ولا متلجه؟ لا خلاص. نازي خضرة. ها؟ بازي. طب قول لي الطريقه. الطريقه تجيب الملوخيه. ايوه. وتخرطيها يعني تقصينها. تقصيها بعد كده تحطيها على المسلوق. ها؟ على المسلوقه. المسلوقه يعني ايه؟ شرب المرقه بتاعت اللحمه. المرقه بتاعت اللحمه. أيوة. لما تفوح اللحمه. ايوه. وتخليها تطبخ. خليها تطبخ مو واجد يعني لغايه ما تستوي. يعني انت ما تحمس الملوخيه؟ لا ما احمس. ما تحمسش. وبعدين ومتى تسقط الزبده؟ الزبده بعدين تجيب الثوم تدير الثوم الثوم بعد كده تطبخ. طب يا حق شوف هني ربع قاعد يحكون عليه لانه هو العمده هني. العمده الباشا مال المنطقه هذه. اي يقول لك العمده الباشا مال المنطقه هذه. ايوه. المهم. ايوه. قول لي شلون تعمل فراخ محمره؟ فراخ محمره تسوي الفراخ بعد كده تحمريها بالسمنه البلدي. اي زي. ايوه بس. بس؟ ايوه. هو في حشرات هنا ولا ايه؟ لا. انت قاعد جنب مصر. ايه؟ لا. ها؟ لا ما فيش حشرات ولا حاجه حتى نظيفه حلوه جدا. طيب نقول بقى طريقه البشاميل. بتعمل صينيه بشاميل؟ لا انا ما اعرف البشاميل. شنو؟ المدام تعملها ما انا لا. طيب بتعمل ايه اكلات؟ مثلا باميه. باميه شلون تسويها؟ ها؟ باميه بتعمل ازاي الباميه؟ باميه بعد ما تطيب اللحمه تجيب الباميه تقطعيها. ايه. بعد كده تحطيها في المرق. زين؟ بعد كده تجيب هذا تقول عليه شو اسمه عندكم هذا انتم؟ شنو هو؟ المفراك هذه. شنو المفراكة؟ هذا نفسه هذا ابو يد هذه. ايه المهم خلاص. خلاص ايه. ايه. تعالي حق في النور عشان نشكر بعضينا. تعالي يا حاج سيد. طب انت عايز الشاكوش ليه؟ الشاكوش عايز يتسمر فيه. انت عايز تضرب حد هنا؟ لا. مطلوب القاء القبض على ده الراجل بيعمل ملوخيه بالارانب. بالارانب ايوه. سسبنس. رعب في الخيطان. ايه؟ رعب في الخيطان. خيطان فين؟ خيطان اخوات السعيده كلهم مجانين. يا سعيده يا رجاله الراجل ده بيقول مين دول؟ شو سمعت بقى؟ انا فيفي عبده. على ايه طيب؟ خاف طبيعي. انت دماغهم صحيح انا مش عارف. صباح الفل. يا سيد يا رجاله الراجل ده بيقول مين دول؟ يا رجاله يا جدعانه والله على عيني وراسي. بصي هنا انا في المنطقه فيفي عبده. خمسة مواضع. وانت اللي بتشتغل معايا ومش هديك فلوس خلاص. لا هقوم عليك الرجاله اللي هنا. طب تعالى بقى وريني. عم سيد راح فين؟ يا لهوي يا لهوي ده هيعدل عينيك النهارده يا ايهاب. طبعا تعالى يا ايهاب ما تخشش جوه. لا خليك مواجه الحقيقه. الراجل تقوم في دماغه يعمل حاجه كده ولا كده. خليك مواجه الحقيقه. لا يا رجاله. ايوه يا جدعان. ايوه يا جدعان.
بلاش يا مفادة تقوم في دماغهم تكون